الحكومة تزيد في تنقص من هذا المواد وتنقص في هذا الشيء كل شيء، والخدمة ما كيناش، والشباب باركين ما خدامينش، كل شيء جالسة، وليدي الوليدات كلهم ما خدامين شيء، وهذا الشيء راه بزاف على المواطنين بزاف، خاصها تصلح كل شيء، نقص من المواد، نقص من السكر، من الزيت، من الدقيق، من القمح، ولا 10 دراهم الكيلو راه حشومة، بنادم كاين اللي ما خدامش، كاين اللي ما كيدخل حتى درهم في النهار، وما زادش في الخدمة، ما زادش زورني، الناس خدامين ضايعين، ضايعين في كل شيء، كل شيء ضايعين، ضايعين في السكنة، ضايعين في كل شيء، بنادم راه باقي عشوائي. هذا دار جديد، كل عام تيقولوا احنا غنديروا غنحيدوا شي حاجه ما كاينه. زادوا عندنا الاسعار، زادوا عندنا الفلفل، زادوا عندنا مطيشه، زادوا عندنا السكر، زادوا عندنا الدقيق، راه هاد البلاد راه ما عرفنا شنو نديروا فيها، واش نتغربوا ولا نبقاو حدا والدينا، راه بزاف هاد الشيء. واخنوش واش شبعتي العرقه؟ سير اصاحبي خلي الشعب حتى هو ياكل العرقه، راه بنادم راه معود عليه هنا، وحق الله كاين اللي مسكين كيدخل خبزه كيقسمها مع اربعه الاولاد، كاين اللي مسكين دخل قرعه الماء خاصو يشربها مع السد الاولاد، عائله عنده الاب مريض، عنده الام مريضه، بحالي انا عندي الاب مريض وعندي الام مريضه وعندي الاخ معاق، وعندنا سبعه النفوس، واش سبعه النفوس خدام فيها واحد ولا جوج، الاب مريح والام مريحه، كيف ويجينا نعيشوا؟ اما طاق نتغطاو فيها حنا اربعه، وواحد اخ نوش شاد باير مغطي فيها راسو، 70 باير كيف تغطى فيها راسو، راه حشومه، راه الشعب راه كان الضغط، هذا لا، ومحمد السادس والله يسرق لينا ويسرق أسرة العلوية، وشوف من حالنا وشوف من حالة الشعب اللي بالك ياكل في الضغط، راه بزاف هذا، هبطنا للبحر ندبروا على راسنا، يسيطوا لنا المرود، جينا بغينا نبيعوا ونشريوا، يسيطوا لنا المقاطعة، جينا بغينا نستافدوا ما استافدنا ما والو، راه دلة، راه بالنا راه غنهزوا السيف وغنقصدوا لي سبتة واسبانيا ونحروها لك حنا سيدنا. ومحمد السادس خلاصة القول، كاين الله وكاين الوالدين، والله ينصر لنا سيدنا ومحمد السادس. وزيد في الفلوس وما تزيدش في المواد الغذائية من الاخر. الأسعار كثيرة بزاف، بالنسبة للمواطن كثيرة كوفيد 19 الزيت وزاد 88 68 بزاف، هذا بزاف ليسونس 200 60 ماشي بحال المواطن كامل، عندك كليان تقول لي لا تقول انت كامل هنا لهنا تقدر ديرك كامل زود بزاف، لا اله الا الله محمد رسول الله.